ماشي السيرة سمعة. اهلا رمضان فعلا، كل عام وانتم بخير. بالنسبه لقدوم شهر رمضان الكريم، كل عام وشعبه مطروح، كل عام وشعب مصر طيب، القياده السياسيه والشعبيه. طبعا الامر ليس بجديد علينا كمحافظه مطروح، دائما تعليمات واضحه من السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي بمثل هذه المعارض لتخفيف الاعباء على المواطنين، فبالتالي كانت دائما مطروح سباقه في هذه الامور. فهذه امر ليس بجديد على هذه المحافظه، هذه المعارض متواجده في ارجاء المعموره في محافظه مرسى مطروح بنسب تتراوح يعني بدعم 30% لتخفيف الاعباء على الساده المواطنين زي ما حضرتك شايف دلوقتي قدامنا. طبعا الامر لا يخص مدينه مرسى مطروح، بل تجوب السيارات المتنقله لهذه السلع للقرى، لهذا كان هذا الامر الطبيعي بتعليمات واضحه من السيد المحافظ قائد الاقليم بان تكون القرى والمراكز البعيده، هذه هي اهم نقطه ان تصل هذه الامور لابناء المواطنين القاطنين في القرى ومراكز مطروح. والله هو الحمد لله اقبال كثيف من المواطنين في مطروح، واحنا بنشكر معالي السيد الوزير لزيارته لمطروح، ونشكر السيد المحافظ، ونشكر رجال الاعمال في مطروح والقائمين على هذا المشروع، لان فعلا في نسبه خصم 30% في فرق السعر بين السوق وبين المعرض القائم، وده يعود عكسه والرواج بتاعه على ابناء مطروح ومحافظه مطروح. وان شاء الله نتمنى ان كل سنه تتكرر هذه، ويبقى النسبه دي ماشيه على مدار العام ان شاء الله.